انا سعيد جدا ان البطوله دي رجعت تاني ومن احلى حته في العالم، بس عاوز السنه الجايه تبقى اقوى من كده في الدعايه بتاعتها، ولازم يبقى دعايه اكتر. احنا عاملين حاجه ما اتعملتش، فالسنه الجايه ان شاء الله يبقى دعايه اقوى. وعمرو منسي عمل شغل كويس جدا جدا جدا، وانا شايف ان في نجاح جامد في البطوله. بطوله الاهرام كانت بتلعب زمان جدا، يمكن 10 سنين اخر مره اتلعبت، وقبل كده يمكن من 6 سنين قبلها. مبسوطه جدا البطوله اتعملت. بشكر عمرو منسي وفريقه على الاعداد الهائل في وقت قصير، قدروا ان هم يحققوا نجاح كبير بتنظيمهم البطوله دي في المكان الهائل ده. يمكن كان تحدي كبير ليهم، بس هم قدروا يعملوه هو والفريق بتاعه كله. كنت بتفرج على البطوله دي من وانا صغيره، فان انا النهارده بقى بلعب في البطوله، وان انا اصلا اقدر ان انا افوز، دي حاجه بالنسبه لي كبيره جدا. ده حلم يعني كلنا، كل المصريين حلموه. مش قصدي ان احنا اللي يكسب البطوله، بس ان احنا نشارك في بطوله زي دي، وان بطوله الاهرام ده احنا يعني انا وعلي كل تقريبا كل اللي شاركوا البطوله دي كان عندنا مثلا 18 سنين اخر مره لما اتلعبت، كنا قاعدين وسط الجمهور وكنا بنشجع براده وشبانه. فبالنسبه لنا السنه دي لما عرفنا ان البطوله دي هتتعمل، احنا كلنا كنا مبسوطين جدا، وكلنا كنا مستنيين البطوله تتلعب. فمش هكلمك على المكسب يعني وكل والخساره يعني، حتى اللي خسر اول ماتش هو يعني هو مبسوط ان هو جه لعب في فينيو زي ده. وطبعا انا الحمد لله انا كسبت، حاسس سعاده اكتر وحلم او حلم تاني اتحقق لي النهارده، فالحمد لله النهارده على المكسب. الماتش طبعا انا عارفه ان هو ماتش هيبقى صعب من قبل الماتش، يعني انا ورنيم صحاب ومتمرن على طول مع بعض ومتسافر مع بعض في كل حته، فماتش طبعا ما كانش سهل جدا، وهي كان هي لعبت كويس وانا لعبت كويس، ربنا ما كانش موفقني قوي النهارده، بس هي لعبت احسن في الاخر، وهي كان تستحق ان هي تكسب في الاخر جيم يعني. بس بدون مبالغه كانوا اصعب 3 شهور في حياتي، لان الموضوع تعامل مع جهات كتيرة جدا، مش الموضوع مش سهل، انت في الصحراء يعني مع عوامل كتيرة امن. بس بصراحة يعني الحمد يعني لو الواحد عايز يعمل حاجة بيعملها. انا النهاردة جاي اتفرج على الفاينل، انا جيت امبارح اتفرجت على السيمي فاينل، والجيمات كانت لذيذة وكلوس، فانا كنت بقى في كارش زمان وعشان كده جيت النهاردة اتفرج. تحت سفح الأهرامات تعانق حدث رياضي كبير مع إحدى عجائب الدنيا السبع، ليؤكد قدرة مصر على احتضان وتنظيم الأحداث الرياضية العظيمة. أي إيهاب، صباح دريم.